اكتشف لماذا يغارون منك بحسب برجك. لكل برج صفات تميزه عن الآخرين. هذه المميزات الخاصة بكل برج قد تثير غيرة العديد من الأشخاص. اكتشف ما هي أسباب غيرة الآخرين منك حسب برجك في هذا الفيديو. برج الحمل: تحب الترفيه وتتمتع بطاقة إيجابية لا مثيل لها، تجذب الآخرين إليك. أنت تعرف تماما كيف تعيش الحياة بملئها. هذه الميزة التي تتمتع بها تثير غيرة الأبراج الأخرى. برج الثور: ثقتك العالية بنفسك تميزك عن الآخرين، فأنت قوي وتعيش حياتك من دون التقيد بآراء الآخرين. هذه الصفة النادرة تميزك عنهم. برج الجوزاء: قدرتك على الخلق والإبداع تجذب الآخرين وتثير فضولهم. إن المواهب العديدة التي تتمتع بها تدفع الآخرين إلى الشعور بالغيرة. برج السرطان: أنت إنسان عاطفي وحساس ومعطاء وتحب الناس من قلبك. يغار الآخرون من قدرتك الكبيرة على الحب، أي قدرتك على كسب محبة الآخرين بسرعة. برج الأسد: أنت قيادي وتنجح في مختلف المجالات التي تخوضها. تتمتع بقدرة كبيرة على تحمل المسؤولية والتوتر. يغار الآخرون من نجاحك الدائم. برج العذراء: إن الصفة التي تميزك عن الآخرين هي قدرتك على حل مختلف المشاكل والمصاعب التي تواجهها، فأنت دقيق ومنطقي. يغار الآخرون من قدرتك على تبسيط الأمور والتأقلم معها وحلها. برج الميزان: تتمتع بحس الفكاهة، ما يجذب الآخرين إليك. أنت إنسان اجتماعي بامتياز ويحبك الجميع، وهذا ما يثير غيرة البعض. برج العقرب: أنت هادئ ومشاكس في نفس الوقت. هذه الصفة تجذب الآخرين بشكل كبير وتثير فضولهم ورغبتهم في التعرف عليك أكثر. هذه الجاذبية التي تتمتع بها تثير غيرة الآخرين. برج القوس: تتمتع بالقدرة على تسلية الآخرين وإضحاكهم. هذه الطاقة الإيجابية التي تتمتع بها تنسي الناس همومهم، لذلك يغار البعض من هذه الصفة المميزة فيك. برج الجدي: أنت صبور وقوي، تتحمل الكثير من أجل النجاح والوصول إلى أهدافك، لذلك يغار الآخرون من قدرتك على النجاح وتنفيذ أحلامك وطموحاتك. برج الدلو: تتمتع بقدرة كبيرة على النجاح، فأنت منطقي وذكي وواقعي، لذلك يغار الآخرون من ذكائك الحاد ونجاحك. برج الحوت: تتمتع بإحساس مرهف وقدرة كبيرة على الابتكار. محبة الناس لك ولأفكارك الخلاقة تثير غيرة الآخرين بشكل كبير.